زيادة شوادر أهلا رمضان من 27 ل455 معرض هذا العام. أعزائي مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا بكم في خدمة إخبارية جديدة على شاشة تلفزيون الوطن. معارض أهلا رمضان بتملى الشوارع، واللي بدأت السنة دي بدري عن معادها، وكانت كل سنة بتبدأ قبل شهر رمضان الكريم ب15 يوم فقط، وده نظرا للظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله. بدأت شوادر رمضان في أول يناير اللي فات، كان بيتم تدشينها قبل بداية الشهر المبارك بنحو 15 يوم، غير إن هذا العام شهد توجيه من القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتبكير موعد إقامة معارض أهلا رمضان عشان تبدأ يوم 1 يناير الماضي، نظرا للظروف العالمية اللي بيمر بيها العالم أجمع، أي قبل شهر رمضان بثلاث شهور. كمان كان بيتم في السابق إقامة 27 معرض لأهلا رمضان بكافة محافظات الجمهورية، تم زيادتها هذا العام ل 455 معرض حتى الآن، إضافة للشوادر والسيارات المتنقلة واللي بيبلغ عددها 290 سيارة، إضافة إلى سيارات مشروع شباب الخريجين. كمان معارض أهلا رمضان شهدت طفرة هذا العام كونها وفرت حالة من الرضا للمواطن المصري اللي تمكن من الحصول على السلع بتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 20% ل30% للسلع الاستراتيجية، إضافة للخضار والفاكهة، وجميع السلع متوفرة بمعارض أهلا رمضان. تم افتتاح العديد من المعارض الجديدة بصورة يومية، كمان انه بيتم الوصول للقرى والنجوع من خلال القوافل، خاصة المناطق الأكثر سكانا والأكثر احتياجا، إذ يتم إعداد من 10 ل20 سيارة بالاتفاق مع وزارة التموين والتنمية المحلية لتشمل القوافل القرى والصعيد ووجه بحري وكافة المناطق الصغيرة التي لا يكون بها إتاحة لإقامة شوادر، وده إضافة إلى وجود تعاون مع وزارة التنمية المحلية لإقامة الشوادر بالمناطق التي توجد بها أماكن تصلح لإقامة الشوادر. والنهاردة افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض أهلا رمضان لاستقبال شهر رمضان للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بحديقة الأرمان. كمان بيتم حاليا مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بمنافذ الوزارة بتخفيضات تتراوح بين 25 ل30%، وده الرفع العبء عن المواطنين في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا. وتطرح الوزارة في منافذها نحو أكثر من 80 سلعة، سواء فيها أنواع اللحوم البلدي والمجمد والدواجن بأنواعها والسلع الغذائية الأخرى والخضروات والفاكهة والبقوليات والأسماك كمان المجمدة والزيوت والألبان ومصنعاتها، ده كله فضلا عن توفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية في إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل ل 30% تخفيفا عن كاهل محدودي الدخل. وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المسؤولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة. أعزائي مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، وصلنا معكم لنهاية نشرتنا الإخبارية، ومتابعين ومستمرين نشرات إخبارية أخرى على مدار اليوم.